سلام المسيح. اليوم دوري بس احكي. مثلي مثل الكل، خلقت بعائلة مسيحية، يعني اكيد كنت كل احد رتل بكنايس كتار لكل المذاهب. كنت ملتزمة كل يوم احد مع امي تاخذني على الكنيسة، كنت مرافقتني ومرافقني كلام الانجيل على طول نحفظه مثل ما كل حدا منا بيحفظ. وصرت كل ما اكبر تكبر معي السؤالات. مشينا بطريق الدنيا والأسئلة كلمالة تكتر. أنا وعم بكبر حاسي إنه في شي ناقصني، حقيقة حاسي إنه في شي ناقصني. ولأنه هو قالنا اسألوا تعطوا، صرت ضج بالسؤالات. إلى أنه ليلة الميلاد بالذات شفت على التلفزيون كاهن عم بضج بالاشياء اللي عبالي لاقي جوابات فيها، وجه الله فيه، والسؤالات كلها اللي عم بسألها حسيتها حتما لازم تكون موجودة عنده. مثل كأنه سبحان الله ربنا هو اللي رسم لي هيدا الطريق. مرت الأيام أنا وعم بسأل وفتش. عم خبركن حقيقة، مش عم خبر شي مسرحية، حقيقة هودي مرقوا بحياتي. إجا نهار أنا وعم فتش على هالكاهن اللي قلت بدي روح لعنده أسأله. دقيت عنده الباب بعد طول تفتيش، لقيت كأني عم دق باب السما. فتح لي الأب الدكتور يوسف يمين. بلش مشواري معه وبلشت الأجوبة لحالة تجي لعندي. قال لي الأبونا اسمعي يا نجوى، رح خليكي تتلاقي شخصيا شخصيا بالمسيح. قلت يه اخوه الأبونا خوت، شو اتلاقى شخصيا بالمسيح؟ هيك يعني عم بتلاقى بالمسيح شخصيا؟ قال لي ايه بدي خليكي تتلاقي فيه. الأبونا بعرف ما عندوش مزح ابدا، جديته كانت موجودة بمطرح واحد ومخه بمطرح واحد. صرنا بهالمطرح الواحد نحكي سوا ونقرأ سوا ونعيش سوا، للقينا هالمطرح الواحد هو بكتاب واحد كتير كل الأجوبة مليانة فيه وموجودة فيه، هو الإنجيل المقدس. صرت شوف قديش هالكتاب مليان حب كبير. مش قادر يساعني هيدا الحب. كنت كل ما حب لاقي بعد في مطرح بساع، وكل ما عيش هالإنجيل كل ما حاول حب أكتر، لحتى لقيت حالي إنه هالجواب في بهالإنجيل يلي تارك لي كل أجوبة الكون. عرفت وتأكدت إنه بالحب كلنا منكون واحد، كلنا من دون استثناء، لا كبير ولا صغير ولا غني ولا فقير،
ولا مدري مين ولا مدري مين، كلنا سوا واحد بالمسيح يسوع. وهيك بعد ما كانت الحقيقة بالنسبة لإلي متناسرة وحروفها مش ملاقيتها، لقيتها كلها. صدقوني مشيت بهالطريق، مشيت بهالطريق يلي هو حق، لأنه هو الطريق وهو الحق، ولأني بيناتكم اليوم وعم بشهد لإسمه. يعني فيني عم بتضج الحياة، يعني فيني روح هو أعطاني إياها، وما بصدق إنه حدا بيقدر يعطيني الحياة يلي سلبت مني بالأساس الأساس إلا واحد دفع ثمنها حياة. مش بس دفع ثمنها حياة، مات وقبر، ولأنه هو القيامة قام وعطينا إياها.